شكرا لكم زملائي في الاستديو، وسعد الله اوقاتكم متابعينا الاعزاء، حياكم الله ويانا في جوله صباحيه مميزه من هذا القسم الجميل، قسم اللحوم والدواجن. نستعرض ان شاء الله فيها وياكم اليوم مجموعه من المحلات مختصه في بيع اللحوم. نشوف وياكم اليوم بدايه هذا المحل او هذه الملحمه، مشاهدين الاعزاء عنده مجموعه معينه من اللحوم. ترى ما نشوف وياكم هني عند العجل، عنده ايضا الخروف، وعنده ايضا الغنم الهندي والباكستاني. السلام عليكم. السلام. كيف حالك بي؟ طيب. شو اسمك؟ سامي. سامي، كيف حالك يا سامي؟ سامي، شو عندنا هذا ما شاء الله هنا؟ هذا اللحم هندي. هذا كله هندي الحين؟ ايه، هندي الحين. هندي اللي موجود عندنا الان الهندي. خلينا نفتح وياك يا سامي هنا، بارك الله فيك. نشوف طبعا الهندي مشاهدينا الاعزاء، يختلف سعره بين فتره واخرى. هذه عندنا قطعه الشيت الشرم، ما نشوف عندنا هني طبعا شيء طازج، وهذه اللحوم طبعا تينا مستورده شرم، ما نشوف عندنا هني الان هذه القطعه. سامي، اليوم على كم الكيلو؟ اليوم 35. 35 درهم. اول كم كان؟ اول 40 38. ما شاء الله، اليوم نازل زياده سعر 35 درهم بالنسبه للكيلو. عندنا مشاهدين الاعزاء الاغنام اللي تينا من الهند طبعا عن طريق الطائرات، وتوصل عندنا دوله هنا، ويتم توزيع هذه اللحوم على المحلات. شرم ما نشوف وياكم اليوم القطعه على 35 درهم، وهذه بعد ايضا الاحجام المختلفه، لان الغنم الهندي يجيكم طبعا اوزانه اكبر حجم تقريبا 7 7 ونص، واقل شيء يكون بين 5 5 وشويه تقريبا، ما تزيد هذه الاوزان او الاحجام مشاهدين الاعزاء بالنسبه للغنم الهندي اللي نشوفه وياكم الان عندنا هني في هذا المحل. والكيلو اليوم على 35 درهم. سامي، يعني اليوم ذبيحه كامله كم يطلع سعرها تقريبا؟ ممكن 250. 250. الوزن كم، 7 ولا 6؟ 7 7 ونص 8 ونص الى 8 ما شاء الله. بعد 200 250 درهم بالنسبه لي سعر الذبيحه كامله مشاهدين الاعزاء، لان طبعا تاخذون الذبايح يكون السعر شويه اقل عن يوم انك تاخذ القطعه بروحها. وهذا شو عندنا هندي بعد هنا؟ الهندي بعد هنا. نشوف وياكم طبعا الميزه في الهندي الاحجام، شوفوا حجم الرقبه هنا، شوفوا الحجم، الحجم طبعا صغير. اما اللي يكم الاسترالي، ايكم الاسترالي ولا الانواع الثانيه ذبايح المحليه، الخرفان ما شاء الله تي احجام الرقبه عندكم شويه اكبر هني، لكن الحجم عندنا صغير. شرم ما نشوف وياكم هني قطعه طيبه، وهذه تقريبا اقل عن الكيلو ايضا مشاهدينا الاعزاء. وهنا بغيتوا ذبيحه حتى بغيتوها نص الفخذ مع قطعه الظهر، هذه بعد عندنا موجوده. هاي كم وزنها تقريبا سامي؟ كيلو ونص. هاي كيلو ونص تقريبا، كيلو ونص، يعني السعر يمكن قريب حتى 45 درهم يمكن. 45 درهم هذه القطعة كاملة، تروم تسويها حق وجبة أو حتى وجبتين على حسب عدد أفراد العائلة مشاهدينا الأعزاء. تبارك الرحمن. نزل يا سامي، نشوف هناك أيضا عندنا هذه الذبايح اللي موجودة. أول ذبيحة شو هذه سامي؟ هذا استرالي. استرالي. هذا الاسترالي، وهذا الثاني؟ هذا هندي، هذا باتي باكستاني، هذا نص. ما شاء الله، عندنا الهندي، شوفوا هذه الذبيحة، هذه هي تينا من الهند بهذا الشكل وهذا الحجم، وعندنا أيضا الباكستاني. إيه باكستاني. هذا الباكستاني أيضا اليوم موجود، باكستاني كم اليوم؟ اليوم 35 هذا بعد. نفس الشيء بعد اليوم، يعني هندي باكستاني اليوم تنزيلات. ما شاء الله، على 35 درهم بالنسبة لأسعار عندنا الأغنام اللي تينا طبعا من الهند وأيضا باكستان مشاهدين الأعزاء. وعندنا هني أيضا اللي هو العيل الباكستاني متوفر ايضا عند اخونا سامي. سامي، كم السعر هني ما شاء الله؟ 22. 22 مع العظم. هذا الباكستاني طيار. باكستاني طيار. باكستاني طيار اليوم عندنا 22 درهم. هذه قطع الريش ما شاء الله، شوفوا الاخوان اللي يحبون الان المشاوي ويظهرون البر، عندكم هذه القطع. طبعا شيء حد يحب لحم البقر، حد يحب لحم الخرفان، كل شيء متوفر طبعا سوق الجبيل. والسعر الكيلو اليوم على 22 سامية، على 22 درهم بالنسبه للقطع العظم، اللحم بالعظم مشاهدين الاعزاء. وهني مثل ما اشوف وياكم الريش، قطع الصدر، هذا الدوش ولا شو هنا عندك هذا؟ ولا هذا كل ريش؟ هذا في بعض يد، هذا كامل يد، هذه قطعه اليد كامله، الرقبه ما شاء الله. طبعا مسميات مشاهدين الاعزاء بالنسبه للحوم اللي موجوده او قطع اللحوم اللي موجوده عندنا من الذبايح. اليوم قلنا بالعظم على 22، ولحم صافي كم بيكون؟ لحم صافي بدون عظم 30 صافي. 30 لحم صافي اليوم على 30 درهم. وهذه طبعا هذه القطع اللي نشوفها وياكم فوق الان هي قطع اللي تكون اللحم الصافي مشاهدينا الاعزاء، ترمون تاخذون اللي تبغونه من هذه القطع. هذا يستوي منه مفروم؟ ايه مفروم، كبده تكه مشاوي، هذا يستوي من هذه القطع ما شاء الله. اما هذه حق الطبخ،
اي رقبه هذه حق الطبخ. هنا عندنا مثل ما اشوف وياكم مشاهدين الاعزاء الرقبه، وعندنا ما شاء الله القطع الثاني اللي موجوده، والسعر اليوم جدا طيب على 22 درهم بالنسبه لي هذه القطع. وان بغيتوا اللحم الصافي بيكون ايضا على 30 لحم صافي، ولا اي 30 درهم اليوم لحم الصافي مشاهدينا الاعزاء. شكرا سامي، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طبعا كنا معاكم مشاهدين الاعزاء بدايه من هذه الملحمه مع اخونا سامي، وتعرفنا وياكم على اسعار اللحوم الموجوده عندنا بالنسبه للغنم الهندي وايضا الباكستاني، وايضا عندنا العجل الباكستاني اللي توفر اليوم عندنا في هذا المحل. شكرا سامي، جزاك الله خير. ننتقل وياكم ايضا الى محل اخر مشاهدين الاعزاء مع اخونا داوود، طبعا من الملاحم او المحلات المميزه مشاهدين الاعزاء، وعنده ما شاء الله دائما انواع مختلفه من اللحوم، بالاضافه ايضا الى الطلبات المستمره. بنشوف هنا داوود. داوود كيف حالك؟ زين الحمد. طيب يعطيك العافيه. داوود خلينا نفتح هنا، بارك الله فيك. اول شيء راوني هذا الطبق، هذا شو هذا هنا ما شاء الله؟ هذا هناك هذا الريش. عطني شوي، جزاك الله خير، تبارك الرحمن. ريش خروف محلي استرالي؟ هذا استرالي. هذا استرالي، ريش الخروف الاسترالي هنا ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي طلبيه ولا هاي طلب طلب طلبيه؟ هاي هذه طلبيه ما شاء الله. داوود مثل ما خبرناكم دوم عليه زحمه ما شاء الله تبارك الرحمن، انه انواع اللحم اللي يجيبها طيبه واسعاره ايضا طيبه. اليوم الاسترالي الحين كم الكيلو؟ هذا ممكن كيلو ونص. كيلو ونص، السعر كم يطلع؟ هذا كيلو 38. 38 الكيلو على 38 بالنسبه للاسترالي. طبعا الاسترالي عارفين سعر مشاهدين الاعزاء يتراوح بين ال 40 تقريبا 41 احيانا، لكن اليوم على 38 بالنسبه لقطع الريش، وهذا طبق فيه تقريبا كيلو ونص تقريبا موجود عندنا في هذا الطبق. زين داوود خبرنا عكاوي كم هنا؟ عكاوي 25 كيلو. هذا باكستاني. باكستاني. طلع شوي العكاوي. العكاوي طبعا اليوم على 25 درهم بالنسبه للكيلو. هاي القطع الحين كم كيلو ولا اقل يعني؟ ممكن 600 جرام. 600 جرام تقريبا، يعني يطلع اقل عن ال 25. السعر يطلع؟ لا كيلو 25. كيلو 25، نعم كيلو 25، والقطعه تقريبا فيها 600 جرام مشاهدين الاعزاء. عندنا الموزات. هذا موزات. موزات كم بعد اليوم؟ هذا 16 كيلو. 16 كيلو. اليوم 16 درهم بالنسبه للموزات مشاهدينا الاعزاء. نشوف وياكم هني، جزاكم الله خير، على 16 درهم بالنسبه للكيلو. عندنا الريش هناك. الريش على كم؟ هذا 22 كيلو. 22. هذا بالعظم. هذا مع بالعظم 22 درهم بالنسبه لي عندنا الكيلو. شرى ما نشوف وياكم هني مشاهدينا الاعزاء. طبعا اللي يبغي الريش يبغي هذه شركه بيكا. بيكا اللي هي معروفه من باكستان مشاهدينا الاعزاء، والسعر قلنا على 22 صحيح؟ 22. نزل جزاك الله خير. عندنا ايضا هني نشوف وياكم هذه القطع اللي موجوده عندنا، في عندنا البتلو وفي عندنا الكبير صحيح؟ داوود عندنا صغير وعندنا كبير. ما في بتلو، هذا متوسط. متوسط يعني هذاك متوسط. هذا الحين شو عندنا؟ هذا المتوسط؟ كله متوسط. هذا متوسط ما شاء الله. شوفوا قطع الريش هذا يجي من الطياره. هذا الطياره؟ اه طياره. وتم تقطيع عندكم هني صحيح؟ اه كل ما يوم. شاء الله. وهذا السعر كم هنا؟ هذا سعر نفس الشيء بعد 22. اليوم على 22 بالنسبه للقطع بالعظم مشاهدينا الاعزاء عند اخونا داوود. وعندنا ايضا هني الكبده، وايضا نشوف وياكم القلب هني، اشياء كثيره ما شاء الله من نفس الذبيحه تكون متوفره عندنا مشاهدين الاعزاء. هني داوود كم سعر الكبده عندنا الكيلو اليوم؟ 32. 32 درهم. هذا العجل الباكستاني. عجل باكستاني. عجل باكستاني اليوم على 32 مشاهدين الاعزاء بالنسبه لي. هذا نفس ما في الثلاجه، هذا مال الطياره. مال الذبيحه نفسها، مال الذبيحه نفسها. وبالطياره طبعا واصله مع الذبايح مشاهدين الاعزاء، واليوم على 32 درهم بالنسبه لي الكبده والقلوب اللي نشوفها عندنا هني الذبيحه ما شاء الله. انزين الان ننتقل الى اللحم او الخرفان او عفوا الغنم الهندي هنا، كم عندنا اليوم؟ هذا 38 كيلو. 38، طلع لي القطعه جزاك الله خير. طبعا هذه قطعه فخذ عندنا هنا مشاهدين الاعزاء للغنم الهندي، واليوم السعر على 38. اليوم شوي سعر طيب، اول على 40 41 42. أيوة. اليوم نازل السعر على 38 درهم بالنسبه للذبايح اللي تينا من الهند مشاهدين الاعزاء. وعندنا هذه القطع، قطعه الكتف طبعا مثل ما نشوف وياكم هني ما شاء الله. نفس السعر بعد صحيح؟ اي نفس السعر على 38 38 درهم. وهذه قطع شو عندنا الرقبه هذه؟ هذا شو هنا؟ هذا رقبه. الهندي بعد هذا؟ بعد. هذه قطعه ويا زياده قطع ريش تقريبا في اللفه هاي اللي نشوفها وياكم الان مشاهدين الاعزاء. عندنا هذه الرقبه وعندنا هني قطع الريش، يعني هذه تطلع كيلو ولا كم الحين؟
كيلو 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 تقريبا، فهم يحطوا لكم اياها بهالطريقه على اساس انه يكمل الكيلو مشاهدين الاعزاء، وان بغيتوا طبعا اقل عن كذا ايضا بيقصر لكم الكميه، لكن مثلا بغيت انا رقبه لحاله اخذ الحاله ابغيها مع قطع ثاني بيعطيك مع قطع ثاني مشاهدين الاعزاء. هني عندنا ايضا هذه الكميه اللي نشوفها وياكم الان من قطع الغنم طبعا عندنا اللي هو الهندي مشاهدين الاعزاء، واليوم قلنا السعر تقريبا على 38 درهم، 38 درهم سعر طيب بالنسبه لي. هذه ذبايح من فتره السوم كله على تقريبا ال 40 و 42، شوفوا هذه القطعه موجوده عندكم الرقبه مع قطع الريش تقريبا تساوي هذه كيلو، والكيلو بيكون اليوم على تقريبا 38 درهم. وعندنا ايضا العظام، هني العظام طبعا هاي عظام الذبايح، هني اذا حد حاب يسوي له يبغي شوربه يحب طعم العيش يكون طبعا مثل ما نخبركم دائما اللي يحب يسوي عيش لحم او المشبوس يروم ياخذ من هذه القطع اللي موجوده من العظام ويفورها ويسوي فيها طبعا العيش تعطيكم نكهه بالاضافه ايضا الى الشوربه مشاهدينا الاعزاء. داود شكرا جزاك الله خير يعطيك العافيه، ان شاء الله سعر ثابت ان شاء الله سعر يتم ثابت ان شاء الله، جزاك الله خير بارك الله فيك. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء كنا معاكم طبعا في جولة صباحية جميلة من قسم اللحوم والدواجن من قسم الطازج، استعرضنا فيها وياكم اليوم محلين متخصصين في بيع اللحوم المعينة طبعا مثل العجل الباكستاني وأيضا الغنم الباكستاني وأيضا الغنم الباكستاني، الهندي والباكستاني عندنا طبعا اليوم، وأسعار طيبة تراوح بين 38 درهم. أما بالنسبة للعجل مثل ما خبرنا اليوم السوم على اللحم الصافي على 30، وايضا القطع بالعظم بيكون اليوم سعره على 22 درهم. حياكم الله، نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات وفقرات قادمه ومع السلامه.